اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ترند الاهلي واهم واخبر واهم ابرز الاخبار على الصفحات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا، ونبتدي باليوم السابع وبيتكلموا على ان كولر بيطلب من جهاز الاهلي مراقبه مباراتي الجيش الرواندي واتحاد المينستيريو. اكيد الاهلي هيتابع الماتش اللي بيتلعب في اللحظات دي وانا بتكلم معاكم، ويقف على نقاط القوه والضعف للفريق المتأهل لملاقات النادي الأهلي في دور ال 32، وأكيد في اهتمام كبير جدا بالمباراة. وزي ما قال لنا كريم يمكن الناس بتتابع الماتش، عشان كده المران هيكون الساعة 6:30 مش الساعة 5، فمجرد انتهاء المباراة ما هنشوف مران النادي الأهلي إلا مسائي يعني. اليوم السابع بيتكلموا على أن علي معلول يطير إلى تونس لمواجهة البرازيل وجزر القمر. وبالمناسبة يعني النادي الأهلي بيفقد 8 لاعبين في المنتخبات الوطنية المختلفة، سواء منتخبنا الأول والمنتخب الأولمبي أو حتى منتخب تونس ومنتخب مالي. امبارح سافر ديانج، النهارده سافر معلول، فعشان كده مش موجودين في التدريبات مع الفريق، ونتمنى لهم التوفيق يا رب. إن شاء الله ما حدش يتصاب خالص يعني، سواء مع المنتخبات المختلفة سواء هنا هنا أو هنا، المهم يرجعوا لنا سلام بإذن الله تعالى في مرحلة مهمة جدا هي مرحلة الاستعداد للموسم الجديد. طيب خلينا نروح لخبر آخر، وده من المصري الرياضي، ويعني ان الكابتن سامي قمصان بيشيد بمستوى حسام حسن خلال اعداد الاهلي. يعني هو حسام حسن واحد من المهاجمين المميزين جدا، يمكن ما كانش موفق مع الاهلي بشكل كبير الموسم اللي فات بسبب عوامل مختلفه، سواء بخصوص مثلا موسيماني ما كانش بيشركه اصلا، ولما كان بينزل كمان حسام حسن فبالتالي كان بينزل بياخد دقائق قليله، فما كانش موفق بشكل كبير. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله حسام حسن. طيب خلينا نروح الفاصل الاول، بعد الفاصل نرجع نكمل بعض الاخبار في الترند المحلي. استنى